أما هلأ رشا وصلنا لآخر محطاتنا لليوم من صباحنا غير، وقلنا حصة كبيرة مع تنمية الذات، وطبعاً هذا الشيء اللي كتير الناس بحاجة له، وكل واحد فينا بحاجة إنه ينمي ذاته، يعرف وين مواضع الخلل عنده وشو الشيء اللي يمكن بيعطيه قوة ليشتغل عليه لحتى ينمي من نفسه. في كتير ناس بتعرف إنه أنا مصدر قوتي بشخصيتي هي هي جزئية، فكيف أنا لازم أشتغل عليها، شو الشيء اللي بفيدني وشو الشيء اللي ما بفيدني. هذا موضوع كتير مهم أكيد. لازم نحكي فيه اليوم اكيد سلمى، مثل ما قلتي هي نقاط، يعني نقدر نحن نفرق بين نقاط الضعف ونقاط القوه. نشتغل نحن على موضوع المهارات اللي هي خلينا نقول ارتبطت بسوق العمل، مو بس بالذات، بكل شيء بحياتنا نحن. فهذا الموضوع دائما عم ضوي عليه خلال صباحنا لليوم. صحيح رشا، اليوم رح نحكي اكثر عن هي التفاصيل وتنميه الذات مع طبعا ضيفتنا مجد اللوسي، وهي مدربه تنميه بشريه. سعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك حبيبتي. صباح الخير. صباح يا هلا حبيبتي. اليوم الذات ومفهوم الذات وطريقة بناء الذات هو يعني مهارة بحد ذاته، ونحن كيف قادرين اليوم نشتغل عليه وعن جد نقدر نستفيد منه. خلينا هيك بداية نعرف شو يعني اليوم وقت نقول نحن تطوير الذات. تطوير الذات هو عبارة عن تطوير المهارات عند الشخص، سواء كانت مهارات هنقول ذهنية أو مهارات فكرية أو مهارات يدوية، يعني مهارات بشكل عام، أو حتى تنمية الذات. أنا كيف بدي أدعم نفسي لحتى اتخطى العقبات اللي ممكن اتلقاها بالحياة بشكل عام. أكيد. طيب خلينا نحكي شو هي الأساليب اللي بتساعدنا اليوم لحتى نقدر نحنا نعمل تطوير لذاتنا، لأنه بنعرف إنه في أساليب كتير ومو كل الأشخاص بيقدروا يستخدموها طبعاً. هلأ بداية نحنا دائماً لازم ننوع بمهاراتنا بالحياة، يعني فينا نشتغل على شخصيتنا، على الكاركتر تبع شخصيتي أولاً بالبداية. بعدين مثلاً أنا فيني أخذ مهارات لألي، ضروري أنا أعمل فترة قراءة لألي لحتى أني أنا دائماً يكون في عندي ثقافة عالية. أنا عم نمي ذاتي بحيث أني أنا إذا عدت بمجتمع أقدر أني أنا ناقش أو أحكي. هي بعتبرها أنا مهارة وبتنمي لي ذاتي، وحتى عقلي اللاوعي بياخد الأشياء اللي أنا ممكن أقراها ممكن أتخطاها. أيضا دائما أنا لازم أكتسب أشخاص إيجابيين بالحياة، يعني هي بتنمي الذات أنه أنا دائما وقت بقعد مع أشخاص إيجابيين بيعطوني طاقة إيجابية. كيف هذا الحكي؟ أنا وقت بقعد مع أشخاص سلبيين أكيد نحن اليوم ممكن يعطوني طاقة سلبية. كيف مثلا أنا بدي أتخطى شيء معين أو امتحان، فأنا إذا قاعدة مع أشخاص إيجابيين دائما بيدفعوني بيعطوني للهدف، يعني أنا هدفي أني أنا أنجح. إذا كنت قاعدة مع شخص إيجابي بيقولي أنت أكيد حتنجح، فعطاني هي الطاقة، فأنا بدعم ذاتي أنه أنا بروح وبدرس وبشتغل على حالي. بينما إذا قاعدة مع شخص سلبي أكيد يعني هو حيحطمني أنت حتنجح، هي الكلمة أكيد حتأثر فيني. يعني نحن تكوينة البشر عنا جدا تأثير بالمحيط، بالعقلنا اللاوعي اللي هو بيمتص هي المعلومات وممكن ينفذها فورا، بينفذها متى ما أنا قلت لك أنت شخص ناجح. أنت بالدوري بتبحثي لحالك، بتحسي حالك أنك أنت حدا ناجح بالحياة. وكل شيء نحن بنكرره بالحياة، يعني أنا إذا بدي هدف معين، طبعا أنا بحكي للكل أنه أنا كيف بدي نمي ذاتي، بحط 25 هدف أنا بديها. طبعا هو أكيد نحن مو 25 بس أنا ليش بقول 25؟ لحتى نحن نوصل لواحدة لنصل اثنين أو ثلاثة أو أربعة من هذا. يعني عندك مثلا أهداف، مثلا هنقول دينية، أهداف روحية، أهداف ثقافية، أهداف عائلية. لأني أصل، يعني أنا مثلا هدف العائلي أنا بدي كون أسرة، بدي كون عيلة، عيلتي تكون ناجحة، لأنه بدي يطلع من هذا الهدف خمس تفرعات وأنا بدي أطبقها. الهدف الديني أنا ممكن حدا يكون عندي ثقافة دينية عندي، أيضا الهدف الثقافي أو العلمي أو الهدف اللي أنا حقول عنه أني أنا بدي أوصل لمرحلة الدكتوراه، بس أنا مثلا ما بدي أخذ هدف بعيد، بدي أخذه قريب، لهيك أنا عم أقول بيطلع منه خمس تفرعات. وأكيد بصل، يعني أنا كيف بصل؟ أنا حقول لك أنه عن طريق التكرار أنه أنا بدي هذا الشيء. تمام. حتى عن الجمال، يعني أنا فيني أقول لحالي أدعم ذاتي أنه أقول أنا شخص جميل، أنا شخص حلو، لحالي بصير أنا أبحث عن هذا الشيء، وبيعطيكي حتى طاقة إيجابية وقت أنت دائما بتحفزي نفسك. بننتبه لنقطة كتير مهمة، أنه نحن وقت نحن بدنا نصل لهدف معين أكيد حيكون في عنا معوقات، يعني إحنا حنفشل بأماكن معينة، ولكن أنا إذا حاطة هذا الهدف أنا بعرف أني أنا ماشي بطريق معين، هذا الطريق حيلاقي لي عقبات أنا بدي أتخطاها لأني بدي أصل لهدفي وبدي أكون إنسان ناجح. هون أنا بدعم ذاتي أنه مثلا أنا مقدمة على امتحان أو مقدمة مثلا حقول على وظيفة عمل أو أي شيء،
بدي أقدم رحت لمقابلة عمل، المقابلة الأولى أنا فشلت فيها، هذا لا يعني أني أنا حدا فاشل، أنا بدي أصل لهدفي بدي أخذ مكان بستحقه، ممكن أنا كنت تعبانة شوي أو ممكن ما زبطت برجع بعيد. هون أنا دعمت ذاتي وقويت شخصيتي أنه أنا مو معناتها إذا أنا فشلت معناتها أنا ما جبت هدفي. هاي هي الفكرة. أكيد أكيد، هي دائما صوت وصدى القصة، يعني إحنا دائما نقول علم الطاقة، يعني هاي الطاقة الإيجابية نحن منفعلها بذاتنا. ذكرتي يعني نقاط كتير مهمة، إذا بدنا نأخذ عنوان يعني اليوم للخطوة الأولى لنجاح أي شخص بحياتنا، هل اليوم في خطوة أولى نحن عن جد هي نقول هي الخطوة نحن حنبلش فيها أو لا ننتبع كل الأساليب اللي ذكرت فيها؟ لا طبعا أكيد في خطوة أولى، أنه أنا اللي هي أنه أنا اليوم كمدرب تنمية ذاتي، أنا قد ما عطيتك دعم ذاتي وقد ما وجهتك وحكيت أكيد ما يعني ما حأعطيكي الطاقة هي اللي عندي، أو أنا ما فيني يعني أنا عطيتك هدول الأشياء أو ذكرتهم، ولكن أنت إذا مو من ذاتك ما بدك تصيري. لا، الخطوة الأولى أنه أنا بدي أصنع نفسي، أنا بدي أكون إنسان ناجح. الخطوة الأولى هي الأنا اللي عندي، يعني إذا ما أنت عندك تحفيز من الداخل أنت ما حتكوني إنسانة ناجحة، أو ما حيكون هذا الشخص ناجح إذا ما هو بده. يعني اليوم أنت نحن بنعطي هي التوجيهات ونحن بنقول يعني أنه اليوم أنت بدك تصل لهدفك، بس انت من داخلك من الداخل بده يكون في عندك هذا الحافز. هي الخطوة الأولى، متى ما عنا هذا الحافز فأي معوقات حتصير عنا حيكون في دافع عندك من الداخل انه أنا بدي أصل رغم كل العقبات اللي ممكن تصير. هلأ في أشخاص محظوظين ما يكون في عندهم عقبات، وفي أشخاص ممكن يلاقوا عقبات بحياتهم، ولكن الخطوة الأولى انه يكون في عنا شيء نابع من الداخل لأصل لنقطة هدفي. أكيد يمكن في كتير ناس بيسمعوا هذا الحكي وقت بنقول مثلا أنه أنا لازم أهتم نفسي بالأول، أنا لازم أعمل، يقولوا يعني أنه شوي بعيد القصة أو تماماً تعودت أنه لا أنا لازم أتعامل مع الآخر أحسن، لازم أتعامل بفضل الآخر والمحيط على نفسه، لهيك ما بيقدر هو صحيح يكمل صحيح طريقه. لهيك دائماً نحن بنقول أنا كيف بدي بلش صح؟ من نفسي. من نفسي بداية، من بعدين نفسي. بلش بالمهارات اللي أنا حكيت عنها. القراءة كتير مهمة، أنا بشجع كتير عليها. القراءة بدها تكون متنوعة، يعني حتكون تنمية بشرية، حتكون قراءة سياسية، حتكون بالعلوم، حتكون أنا هون عم بكتسب كم هائل من المعلومات، وبنفس الوقت أنا عم نمي ذاتي إنه أنا صرت إنساني على تجارب ناجحة. تماماً بشوف قديش ناس تعبت بحياتها لحتى وصلت لهدف معين. يعني دائما احنا لازم نكتسب 4 مهارات بالحياة لحتى نكون عنا قدرة على انه نكون احنا دائما داعمين لنفسنا. يعني هل انت عندك اليوم بالحياة احيانا في اشخاص ما بيعرفوا يتصرفوا الا ليلجأوا لشخص او ليلجأوا لاخصائي او ليلجأوا لحدا يدعم نفسيتهم. نحن اليوم اذا كنت انا انسانة قارئة او انسانة مثقفة، الثقافة كتير مهمة، حتى احيانا فينا نحط مثل هي اللقاءات نحن اليوم اذا بنتابعها اللي انتم بحضرتكم بتحطوها، هي كتير بتعطيني مهارات، بتعطيني خبرة بالحياة. اليوم نحن نعرف الحلول بسمعها باخدها أنا وباخدها يعني لإلي بحياتي وبقدر أشتغل عليها. طيب الحلول، حتى نحن اليوم نصل لحلول منكون مرقنا بكتير من التجارب. أكيد. اليوم قد اليوم شخصية الإنسان بتأثر على الاستمرار بالحلم أو أنا فشلت خلاص أنا وقفت؟ يعني اليوم كيف نحن قادرين نتخلص من الطاقة السلبية من الأشخاص، الطاقة السلبية الموجودة حتى بالذات؟ يعني إنه أنا جربت، في ناس كتير لك إنه أنا جربت مرقت خلاص، رب العالمين مو كاتب لي هاي القصة، يعني بيكون في خلل بمكان معين. يعني اليوم هدول الأشخاص كيف قادرين يرمموا هذا ضعف اللي جواتهم؟ هلا تماما، هلا هذا الضعف ترميمه يعني انا ما حقول لك انه هو بسيط. هو اول شيء دائما اي شخص ناجح بالحياه، انا يعني من خبرتي الشخصيه، تجربتك على ما يبدو اكيد صحيح، لقول لك شو انه دائما ما بيطلع الا من رحم الالم شيء حلو بالحياه. او انا ما بصل، يعني انا دائما بقول مثلا انا عن حالي، بما انك انت قلتي لي انه مجد انا بدي اصل لهدفي بس انا عرفانه حيكون في تعب. طيب هلا احنا كيف الاشخاص العاديين بدون صار عندهم معوقات مثل ما حكينا وقالوا انه انا فشلت ووقفت، دائما لازم يقروا او يبحثوا يشوفوا الاشخاص دائما الناجحين قديش تعبوا بحياتهم لوصلوا للنجاح. اساسا النجاح نحن اليوم ما له طعمه اذا ما في الم. يعني انت اليوم فجاه هيك تصيري حدا ناجح هيك بدون هي المعوقات؟ اكيد لا. معناته دائما الشخص لازم يعرف انه في عنده تحديات، حقولها ما حقول فشل، تحديات وصعوبات ليصل
للشيء اللي بده اياه. يعني اليوم انت مثلا، هلا انا بدايتي كانت مثلا مدرسه عاديه، بعدين طلعت، بعدين درست، بعدين اكثر، اكيد اكيد يعني صعوبات. طبعا 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 في صعوبات، في صعوبات، في نزله، في طلعه، في نزله، في طلعه. ولهلا بالحياه بحس انه ناقصني معلومات كثير، ولهلا احيانا بعمل اشياء ممكن تزبط ممكن لا. حتى بناخذ من ثقافه المحيطين دائما، الشخص المثقف. يعني انت اليوم وقت بتعدي مع اشخاص مثقفين بتصيري مثلهم، يعني بتصيري انت فكرك من فكرهم، لانه انت بتلجئي لهذا الشيء. اشخاص ناجحين ايضا مثل ما حكيت، الاشخاص السلبيين حاول نبتعد عنهم قدر الامكان لو كانوا بعائلتنا. تماما، هي اكيد عدوى، لانه لقلك شيء، الروتين الحياه بيغلب احيانا، انه انت مثل ما حكيت قاعده مع اشخاص هن ما بيحبوا النجاح وهن اشخاص روتينيين بالحياه، فجأة لحالك حتصيري روتينيه. بينما بتلاقي مثلا عندك صديقه او عندك صديق او عندك حدا بالعيله بيحب الدراسه وعنده هي الطاقه وعنده النجاحات، فانت لحالك بتصيري تروحي للمحيط. فعاشر، قل لي من تعاشر اقول لك من انت. صحيح. طيب قبل ما نختم محادثتك خلينا نعرف اهم النصائح اليوم بتحبي توجهيها للكل، وخصوصا مثل ما قلنا نحن في محطات كثير بحياتنا، واكيد اليوم مو مثل بكره ولا مثل امبارح. اكيد طبعا، انا أكيد. ممكن اكون متخطي اليوم ازمه، اكيد ما رح اكون مثل امبارح، رح احس أكيد. اني اقوى. طبعا طبعا. هلا انا نصائحي بقول لاي حدا بالحياه حابب طريق النجاح او حابب يلمع بمكانه، او سواء على الدراسه ولا على سبيل الحياه الشخصيه او العائليه، بقول له تبا للمستحيل. ما في شيء اسمه مستحيل بالحياه. حكي. اي شيء بدك اياه بالحياه حتحصل عليه، ولكن جرب. بالإصرار. يعني أنا بقول أحيانا العند هو شيء حلو للنجاح، العند أنه نحن يعني يكون في عنا هذا الإصرار، أنه دائما يكون عنكم إصرار لحتى تصلوا للهدف، وننسى هي المعوقات. نحاول يعني شو بدي أقول أنا، كل ما يطلع شيء، يعني كل ما يطلع ألم أو فشل بحاول أني أنا بعده وكمل بطريقي لحتى أوصل للهدف. أكيد. لوصل للقمم. يعني هو دائما يمكن الوقت بين فشل وفشل بدك شو مثل ما بيقولوا استراحة محارب، يعني تماما. أكيد استنفستي طاقتك، يعني لو كأنه عم نحكي تجارب شخصية نحن مرأنا فيها يعني. كأنه صحيح. فاليوم بس ذكرتي هيك نقطة بس تعليقا قبل ما نودعك، أنه أنت ما بتشعري بالنجاح أو بلذة النجاح إلا ما تكوني مرأتي بكتير، بس في عندك أشخاص اليوم وقت اللي بتصل بعد تعب كتير بتحس أنه هي فقدت طاقتها، فقدت طاقتها، ولكن النجاح له لذة كتير كبيرة. فقدت الفرحة اليوم، يعني مثل أنت بتتعبي سنين لتصلي لحلمك، يوم اللي بدك تصلي بتحسي أنه أنت استنزفتي خلال هدول السنوات، ما بقت الفرحة الأولى اللي كنتي ناطرة تشعري فيها. أكيد، بس وصلت لهدفي، هذا المهم. الإصرار أني أنا وصلت آخر شيء، أحسن ما أكون أنا أفضل، أني أنا أكون إنسانة حطيت هدف وكنت فاشلة وبعدت عن هذا الطريق، ولا أني أصله بصعوبة وألمع بالأخير. أكيد. شكراً لك حبيبتي ولكل هالطاقة التحفيزية، إن شاء الله هيك بالنجاح للجميع ويومك حلو. حبيبة قلبي، سعد صباحك. شكراً لك أستاذة مجد ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا يا حبيبي.